بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم بارك لنا في جلستنا هذه، وأفدنا منها خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة الأحباب في الحلقة الثالثة من حلقات هذه السلسلة الطيبة بعنوان الحقبة أو حقبة الخلفاء الراشدين. تكلمنا في الحلقة الثانية عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه صاحب الغار، وكيف تمت بيعته في سقيفة بني ساعدة. وتكلمنا كذلك في الحلقة الماضية عن خطبته التي ألقاها بعد بيعة الناس، البيعة العامة في اليوم الثاني، وناقشنا ورددنا على بعض الشبهات التي يتكلم بها بعض هؤلاء المشككين أو مريضي النفوس عن هذه البيعة. اليوم سيكون حديثنا عن أعمال ذلك الرجل العظيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قبل أن أبدأ بذكر أهم أعماله، سأذكر لكم حديثا صحيحا في فضائله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ قال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا أحببت أن أبدأ به محاضرتي لهذا اليوم. والحديث الثاني الذي أذكركم به حديث قد ذكرته سابقا، ولكن لا مانع من روايته مرة أخرى لنعرف قدر هذا الرجل العظيم عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الآن نبدأ بأهم الأعمال التي قام بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سنتكلم أولا بشكل مجمل، وإذا بقي
شيء من الوقت سنفصل إن شاء الله. ما وقع في أيام أبي بكر أي أيام خلافته التي امتدت إلى سنتين وبضعة أشهر، ما وقع فيها من الأمور الكبار؟ إنفاذ جيش أسامة، قتال أهل الردة ومانع الزكاة، جمع القرآن، توجيه الجيوش لحرب فارس والروم. نتكلم أولا عن إنفاذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنفاذ جيش أسامة قبل وفاته. كان يريد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب هذا الجيش إلى الروم، لأنهم قتلوا من الصحابة الكرام في معركة من المعارك قبل وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم، وخرج أسامة وجيشه معه حتى نزلوا الجرف من المدينة على فرسخ، تقريبا يعني 4 كيلو أو نعم الفرسخ تقريبا 4 كيلو. فضرب به عسكره يعني سيدنا أسامة أقام في هذا المكان، وتقام إليه الناس، جاء إليه الناس، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقل المرض به عليه الصلاة والسلام، فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب، وقال أبو بكر لأسامة: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت؟ فقال الصديق رضي الله عنه: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استحلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلاقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم
ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. هذه انتهينا منها من أول فقرة اللي هي إنفاذ جيش أسامة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ذلك. طبعاً حنتكلم إن شاء الله فيما بعد يعني في قابل الحلقات عن الشبهات حول إنفاذ جيش أسامة. إن شاء الله هيك نخصص بعض الحلقات أو بعض الأوقات في هذه المواضيع التي يثيرها هؤلاء يعني المشككين وغيرهم. ثانياً من أعمال الصديق رضي الله عنه قتال أهل الردة ومانعي الزكاة. صلوا على حبيبي يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الله عليه وسلم. جمعت حركة الردة بين أمرين: الخروج عن الدين والانضمام لحركة المتنبئين، وقد جمعتهما العداوة للإسلام والقضاء عليه. وحركة المتنبئين قد ظهرت قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدافع من العصبية، فظهر مسيلمة الكذاب، مسيلمة في بني حنيفة، وادعى النبوة، واتبعه عدد كبير منهم، أي من قبيلته بني حنيفة. وظهرت سجاح في بني تميم امرأة كذلك ادعت النبوة، واتبعها قومها من تميم وهم يعلمون كذبها. وظهر الأسود العنسي في اليمن، وسأتكلم عن هذه الظاهرة، ظاهر الظهور المتنبئين الذين ادعوا النبوة إن شاء الله إن بقي وقت سأتكلم عنها بشيء من التفصيل في هذه الحلقة. وقد أشاع هؤلاء المتنبئون الفساد في أرجاء الجزيرة العربية، واتبع ذلك كثير من الأعراب الذين دخلوا الإسلام خضوعا للقوة أو تبعا للزعماء، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. نأتي إلى الشيء الثالث من أعمال الصديق رضي الله عنه: حركة منع الزكاة. حركة منع الزكاة خروج عن حكم من أحكام الدين، إن لم يردع صاحبه سوف يجره ذلك إلى ترك الصلاة ثم يرتد عن الدين كله. وقد كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه محاربة الجميع دون تمييز، وكان هذا الرأي في منتهى الحزم وفي منتهى الخير والحكمة. فعقد رضي الله عنه 11 راية وسيرها، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وكتب رضي الله عنه للمرتدين كتبا، وأرسل بهذه الكتب رسلا يتقدمون الجيوش ليقرؤوه على الناس حتى يفتح لهم باب الرجوع إلى الحق.
ويتيح لهم الفرصة لكي يتدبروا أمرهم وحتى يبرئ ذمته أمام الله قبل أن تقع الحرب وتراق الدماء. وقد جاء في الكتاب وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه جهالة بأمر الله واستجابة للشيطان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني قد بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، إلى أن قال: ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد تقدمت الرسل يعني السفراء بهذا الكتاب أمام الجيوش، ونفذت الجيوش كل ما جاء به من حزم ودقة، ووقعت اصطدامات هائلة بين جيوش المسلمين وبين جيوش المترددين من المرتدين وأتباع المتنبئين، وتجلى إيمان المؤمنين في أروع صورة. وقبل مرور عام قطع دابر الفتنة، عام واحد فقط، عام واحد رجعوا إلى الإسلام، وعاد المرتدون إلى الدين، وعادت للإسلام قوته وازدهاره في أنحاء الجزيرة، وعلت كلمة التوحيد، وذلك بفضل الله وبفضل ما وهب الله للصديق من إيمان وحزم، فنصر الله به الإسلام. وحروب الردة بدأت سنة 11 للهجرة وانتهت 12 للهجرة. وقد أورد الشيخ محقق كتاب العواصم من القواصم، أورد كلام ابن العربي رحمه الله تعالى حول قتال مانعي الزكاة ما يأتي. لما مضى جيش أسامة رضي الله عنه في طريقه إلى شرق الأردن، جعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة، ومنهم من احتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة،
ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق عن ذلك وأباه. فامتنع الصديق عن ذلك وأباه. جاء في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، شيء بسيط جدا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هناك رواية أوردها بعض المؤرخين، وقد ألقى كلمة مؤثرة فيها العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي الذي قدمت له أو قدم له هذا أو هذه المنصة المباركة البيت الحمصي، قدم له ترجمة منذ 6 أيام، علق على هذه المقالة: أينقص الإسلام وأنا حي؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الإسلام وأنا حي؟ أي أن ذلك غير ممكن، ولا أقبل به أبدا ما دمت حيا. وروي عن التابعي المخضرم أبو رجاء العطاردي أو العطاردي رضي الله عنه قال: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك، لولا أنت لهلكنا. فقلت، أي أبو رجاء راوي هذا الخبر: من المقبل ومن المقبل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله عنهما في قتاله أهل الردة، إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. الآن ننتقل إلى حلقة أخرى أو حديث آخر. وقال القاسم، وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة اللي كانوا موجودين في عصر التابعين: اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة الأسدي، وبعثوا وفودا إلى المدينة، فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلى العباس، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فعزم الله لأبي بكر على الحق
وقال لو منعوني عقالا لجاهدتهم علي، أو لجاهدتهم، هذه رواية أخرى، لجاهدتهم. أعيد الرواية، لو منعوني عقالا لجاهدتهم. قيل لأبي بكر ومع من تقاتلهم؟ قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني أنا مستعد قاتل لوحدي حتى تنفرد سالفتي، أي تقطع عنقي، رضي الله عنه وأرضى. الآن أنا انتهيت من إرسال جيش سيدنا أسامة وحروب الردة وقتال مانعي الزكاة. الآن سنبدأ بعمل جليل آخر من أعمال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهو عمل جليل له بهذا العمل فضل على كل أمة الإسلام إلى أن تقوم القيامة، ألا وهو جمع القرآن. وكان من أجل أعمال أبي بكر رضي الله عنه وأعظمها أثرا في تاريخ الإسلام جمعه للقرآن الكريم، وقد عهد أبو بكر بهذا العمل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان من كتاب الوحي، لأنه كان موضع ثقته، ولأنه كان حينئذ خير من ينهض للقيام بهذا الواجب وحمل تلك الأمانة. وفي ذلك يقول زيد رضي الله عنه، الآن زيد يتكلم عن ما كلفه به الخليفة أبو بكر، أرسل إلي أبو بكر بعد موقعة اليمامة، وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، فقال لي إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، أي كثر بالقراء في موقعة اليمامة التي كان فيها المتنبئ مسيلم الكذاب، وأخشى أن يزداد القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوا. ثم يقول أبو بكر فشرح الله صدري لذلك، أي لجمع القرآن، ورأيت رأي عمر. إذن الذي أشار هو سيدنا عمر، وأبو بكر وافق على هذا الاقتراح. ثم قال أبو بكر لزيد بن ثابت إنك رجل عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. ويقول زيد بن ثابت فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، ولكن أراد الله الخير لزيد فشرح صدره لهذا العمل الجليل، فقام يتتبع آيات القرآن ويجمعها من الرقاع والعظام وصدور الرجال، ولم يجمع إلا ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد شاهدان على ذلك. وتمت كتابة المصحف في صحف جمعت كلها ووضعت لدى أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت من بعده، أي بعد وفاته، إلى الخليفة الثاني
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم انتقلت من بعده إلى ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر، نعم، رضي الله عنها، إلى أن تمت كتابة المصحف في عدة نسخ أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، جامع القرآن رضي الله عنه، وكل ذلك بمنتهى الدقة والتوثيق والحمد لله. من الأمور العظيمة التي فعلها الخليفة الراشد الأول الصديق أبو بكر رضي الله عنه توجيه الجيوش لحرب فارس والروم. قدم أبو بكر الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا له، يعني خيرهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام. وفي طليعة هؤلاء القوات، الآن سنذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ونحن في ليلة الجمعة وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يجمعنا بهم يوم القيامة تحت لواء سيدنا وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الجد رحمه الله تعالى الشيخ محمد علي مشعل، وهذه المحاضرة معظمها مأخوذ من كتابه الذي ألفه منذ أكثر من 20 سنة وكان يدرسه، وقد أخبرتكم عنه. هذا هو الكتاب، إن شاء الله سيصدر قريبا بتحقيق ولده الدكتور عبد الباري محمد علي مشعل. هذا الكتاب إن شاء الله سيصدر محققا مرتبا ويعني موثقا قريبا إن شاء الله. فهذا طبعا أنا معظم ما يعني ألقيه عليكم مأخوذ من هذا الكتاب، وكما قلت لكم سابقا كان هم الجد رحمه الله تعالى أن يفهم طلاب العلم وغيرهم أن هؤلاء العظماء لا يصح أن نقترب منهم أبدا أبدا أبدا، هم كالعين، العين لا يصح أن نلعب بها، تخرب تنتزع، وهؤلاء كذلك. وكما ذكر مشايخنا السابقون واللاحقون أننا عندما نتكلم عن هؤلاء العظماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ندخل إلى هذا الموضوع وقلوبنا طاهرة تجاههم رضي الله عنهم وأرضاه. في طليعة هؤلاء القوات أيها الأحباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بتمنى من حبيبنا أبو عامر يجيب لنا شيء فاصل، لأنه الناس لقب يملوا. هل عندك فاصل؟ إذا أعطيتني كلمة أنا أقول مداخلة بفاصل لو سمحت لي. تفضل مشان ما يملوا الناس مني. تفضل سيدي. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله عنك، خير خلف لخير سلف، إن شاء الله تعالى أجدت وأفدت وأنصفت وأفدت بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه،
فهو الأول بين أصحاب الأنبياء أجمعين رضي الله عنه وأرضاه. كم يوم بين بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبين التجهيز لحروب الردة؟ كم يوم؟ 11 لواء، 11 جيش، 11 قائد، تجهيز استراتيجي، معرفة جغرافية، معرفة عسكرية، عيون أرسلت لكي تستطلع تلك الأماكن وتستطلع ماذا عند الأعداء من قوة، ماذا عند عبلهة العنسي، ماذا عند سجاح، ماذا عند في بني حنيفة عند مسيلمة الكذاب. كل هذا بأيام معدودات قليلة أرسلت العيون وجاءت الأخبار إلى سيدنا أبي بكر. وسيدنا أبو بكر عندما قال أينقص الإسلام وأنا حي، هو على يقين كامل أنه وحده يستطيع ذلك، هو على يقين هذا الكلام، ثقة متناهية بالله عز وجل لا يخرمها أدنى شك أبدا، هكذا ما يقع في قلبي. 11 جيش أرسل في أماكن جغرافية شتى، وأرسلها بتخطيط عسكري محكم، ينفرد ويجتمع، يتابع تواصلات بتلك الوسائل البسيطة في تلك في ذلك العهد. هذا تخطيط لا يصله يعني إلى بإمكانيات الحالية أحد من البشر. إذا أخذنا النسبة والتناسب، ما قام به سيدنا أبو بكر في هذه الحروب قائد عسكري لا يبارى، ومخطط لا يجارى رضي الله عنه. هذا ما وقع في قلبي من خلال كلامك، جزاك الله عنا كل خير. الله يجزيك الخير، تعليق جميل جدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي ربى هؤلاء العظام. نعم، يعني تعليق، انت لخصت كل كلامي بما تكلمت به يا حبيبنا ابا عامر. اي نعم، الله يجزيك الله الفضل منك يا سيدي، استغفر الله. طيب سيدي نكمل، لا خلاص مشان ما نطول على الشباب، ان شاء الله نكمل توجيه الجيوش لحد فرج الروم، لانه الاعمال كثيره، يعني ما شاء الله ان شاء الله احنا ماشيين معكم اذا لحتى تقولوا وقف، اذا قلتم قف ساقف. ماشي معكم ما في مشكله، وسهره حلوه نتكلم عن تاريخنا، تاريخ الاسلام، عصر الخلافه، عصر الخلافه الراشده. اي نعم. اذا نتكلم ايها الاحباب بعض اسماء القاده الذين كانوا من الذين من القادة الذين اعتمد عليهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم جميعا. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، وعمرو بن العاص الأموي، ويزيد بن أبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، والمهاجر بن أبي أمية شقيق أم المؤمنين أم سلمة، وشرحبيل وشرحبيل بن حسنة، ومعاوية بن أبي سفيان، وسهيل بن عمرو العامري خطيب قريش، والقعقاع بن عمرو التميمي، وعرفجة بن هرثمة البارقي، والعلاء بن الحضرمي حليف بني أمية، والمثنى بن حارثة الشيباني، وحذيفة بن محصن الغطفاني، وفي طليعة ولاته عتاب بن أسيد الأموي، وعثمان بن العاص الثقفي، وزياد بن لبيد الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، ويعلى بن منبه، وجرير بن عبد الله البجلي، وعياض بن غنم، والوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعبد الله بن ثور أحد بني غوث، وسويد بن مقرن المزني.
هؤلاء القادة الذين اعتمد عليهم بعد الله تعالى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ووجه وكانت الدولتان العظيمتان في العالم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هما دولة الفرس ودولة الروم. وقد وجه أبو بكر رضي الله عنه لقتال الفرس القائد المؤمن الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحدثت معارك انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد، واستولوا على الحيرة وعلى كثيرا من مدن العراق. وكان يوجه كتابه قبل المعركة: أسلموا تسلموا، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر، في رواية ثانية كما تحبون الحياة. ووجه أبو بكر رضي الله عنه لقتال الروم أمراء الأجناد أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا، فساروا إلى بلاد الشام، وكان عددهم 36,000 على بعض الروايات. وقد قابلهم الروم بجيش عدته 240,000، صور 36,000 مقابل 240,000، يعني تقريبا شو 30%، يعني 4-1. نعم. فطلبوا المدد من أبي بكر رضي الله عنه، فأمدهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه. فاتجه خالد من العراق إلى الشام. تسمح لي يا سيدي أنها يا شيخ عمار 6-1، 6-1. سبحان أنت شاطر بالرياضيات. أنا ما يا سيدي، واصطف الجيشان على مسافة 3 كيلومترات، الروم 10 صفوف والمسلمين 3 صفوف. إذا 6-10، أنا أكتب عندي هاي معلومة كويس، 6-1، 6-1. نعم يا سيدي. نعم. 6-1. نعم يا سيدي. نعم. فطلبوا المدد من أبي بكر رضي الله عنه، فأمدهم بسيف الله المسلول بخالد بن الوليد رضي الله عنه المدفون في حمص، الحمص المسمى عليها هذا البيت العلمي الثقافي المفيد، أدامه الله على الجميع إن شاء الله يا رب، الله كريم. فاتجه خالد من العراق إلى الشام، وعبر بادية السماوة بسرعة عجيبة، وكان معه 4,000، فصار عدد المسلمين 40,000. زادوا، إذن في ناس أسلموا أو انضموا إلى هذا الشيء. طيب الآن تقريبا ما عندي قد انتهى، ولكن أعدكم بحلقة أخرى عن أعمال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها لا تنتهي، ونحن إن شاء الله مستمرين، ما أننا مستعجلين، شوي شوي هكذا، قليلا قليلا وبهدوء، حتى يعني نعيش هذه تلك الأيام الجميلة في تاريخ الإسلام.